بس شوف سالم سالم عندك مشكلة تمثلي مشهد فيه تعري؟ أكيد لا هيك مش متحمس على التعري كثير إيه ما عمل لك هلا إنه مشهد أكيد إذا إذا تعري سليكو شو بدي أقول هيدي كثير قوية تعري بالإحساس حلو بالاحساس ليك ليك شو عملتي فينا كثير كثير حلو اللي عم تقوليه انت عم تمزحي بس التعري بالاحساس انا دائما التعري والمرأة دائما معي انا لينكت لا تعري بالجسد مع انه البكي تبعي على التي في او السينما او مسرح والضحك تبعي اذا كان في مشهد بدي اضحك فيه احاسيس اللي بطلعهم هو اللي بعد اجرى انه الواحد يطلعهم اكيد من انه يفرجي كتب يعني هلا انا فيه بس شوف سالم 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 مسموح يا سالم ليه عم بتغض نظر